بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، متابعينا الأعزاء، مستمعينا الأفاضل، تحيتنا متجددة بتجدد انطلاقاتنا وتحدياتنا من عاصمة ميادين السباقات ميدان الوثبة في هذه الانطلاقات الجميلة والتحديات الرائعة لينطلق شوطنا السادس بحفظ من الله وتوفيق يحمل تحديات الزمول. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشاركين. حيث أسير إلى مقدمة هذا الشوط وإلى المركز الأول لأتابع مقدمة هذا الشوط. غازي لمنصور بن محمد بن لويع الخيلي، هنا من يغير إلى الصدارة الأولى، وهناك مخلاب اللي يسير إلى صدارة هذا الشوط. يتقدم مخلاب لعبد الله بن حمود بن ثعلوب الدرعياتي على مقدمة الشوط، بينما المركز الثاني هناك الأداء الجميل والانطلاق من لهب لمسيعد بن سويد بن قران المنصوري، بينما المركز الثالث غازي منصور بن محمد بن لويع الخيلي يتقدم إلى المركز الثالث، بينما المركز الرابع الهيلعي الواصل بشعار أحمد بن سلطان بن رشيد السويدياتي مع المركز الرابع، بينما المركز الخامس هنا ارتجال ناصر بن محفوظ بن خميس الينيبي القادم على المركز الخامس في هذه اللحظات، بينما المركز السادس هنا لافي مكتوم بن سعيد بن منانة بن غدير الكتبي يتقدم بن منانة ليتقدم في هذه اللحظات ويقدم لنا هنا لافي هنا مع هذا الأداء الجميل، بينما انتقل إلى المركز السابع والحضور الجميل هنا من غيث لسالم بن راشد بن محمد الغيلاني يتقدم بغيث ليقدم لنا هذا الشعار، بينما المركز الثامن فالوصول ياتي من مخلاب لراشد بن سويدان بن مصبح المتفيج الكتبي، والمركز التاسع هنا ازرعان حمد بن محمد بن فهيد العجمي، بينما المركز العاشر هنا الانطلاقات المتميزة والتحديات الجميلة من خلال هذه الشعارات الواصلة في هذا التحدي الجميل. من اللي وصل وتحرك وصل هنا على المركز التاسع حملول حمد بن محمد بسم المنصوري، والمركز العاشر هنا مع انطلاقتي وتحديات همام لمحمد بن صالح بن علي الحميري. هذه هي النتيجة والنداء للمراكز العشرة الأولى المتقدمة في تحديات هذا الشوط في منافسة هذه الانطلاقات والتحديات من مهرجان يكسبوا 2020، حيث التحدي، حيث المنافسة، حيث الانطلاقات المتميزة. لكني بعود إلى المركز الأول وإلى صدارة الشوط، إلى مقدمة الشوط، إلى مخلاب من يتقدم ويتحرك يقدمه لنا عبد الله بن حمود بن ثعلوب الدرعي على صدارة الشوط، بينما لهب بالمركز الثاني مسيعد بن سويد بن قران المنصوري على المرتبة الثانية، بينما المركز الثالث الهيلعي الواصل بشعار أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي يتقدم على المركز الثالث ويقدمه لنا في هذا المستوى الجميل، بينما انتقل إلى المركز الرابع. فمن أجد على المركز الرابع من يتقدم في هذه المنافسة؟
هناك على المركز الرابع أرى القادم في هذه اللحظات والمتقدم غازي بشعار منصور بن محمد بلويع الخيالي يتقدم والتقدم الآخر يبدأ من غيث يا غيث الواصل بشعار سالم بن راشد بن محمد الغيلاني يتقدم بهذه الانطلاقات والتحديات والمستوى الجميل. أهالي طوي سالم بن خنيفر يطالبونك بالسلام يا مالك غيث يا مالك غيث ولكن بدأ ارتجال يتحرك في هذه اللحظات ويتقدم في هذه الانطلاقات الجميلة. ناصر بن محفوظ بن خميس الينيبي يتقدم هنا مع هذه الانطلاقة الجميلة. كذلك وصل لافي مكتوم بن سعيد بن منانة الاكتبي يتقدم في هذا المستوى الجميل مع هذه المنافسة. هذا لافي وهذا انطلاقاته وتحدياته في هذا المستوى الجميل بين هذه الشعارات التي تسير وتنطلق. ركز يا سعيد بن ناصر ركز في هذا الشوط وفي هذا التحدي الجميل في هذا الانطلاق المميز. لكني بعود الى الانطلاقات الى التحديات الى المسار الجميل مع هذا المستوى الجميل. لكني بعود. وين المقدمة؟ وين الصدارة؟ وين مخلاب ما زال محلقا في سماء الوثبة وفي سماء هذا الشوط مع التحدي الجميل ومع هذه الانطلاق المتميزة. هذا هو مخلاب عبد الله بن حمود بن ثعلوب الدرع يسير الى مقدمة الشوط يسير الى التحدي الجميل. لهب بالمركز الثاني هذا لهب مساعد بن سويد بن قران المنصوري هنا يتقدم على المركز الثاني. المركز الثالث الهيلعي الواصل على المركز الثالث احمد بن سلطان بن رشيد السويدي ياتي على المركز الثالث. بينما المركز الرابع لافي القادم في هذا المستوى هنا مكتوم بن سعيد بن منانه الاكتبي يتقدم بن منانه ويتحرك بهذا الشعار الكبير ليحضر بحضور الكبار. ولكن وصل هنا غيث يتحرك سالم بن راشد بن محمد الغيلاني يحرك لنا غيث ويقدمه في هذا المستوى. وصل ارتجال ناصر بن محفوظ بن خميس الينيبي يتقدم في هذه اللحظات والانطلاق المميزة. هناك من مخلاب راشد بن سويدان بن مصبح المتفيج الاكتبياتي ايضا ويتقدم ضمن هذه الكوكبة التي تتشكل من هذه الزمول الذي بدا الهدير الزمول وبدأت هنا الانطلاقات المتميزة هنا في هذا التحدي الكبير. لكن يا جماعة اشتد الشوط وبدأت التحديات وبدأت القوة الكبيرة ما بين الزمول في مهرجان يكسبوا 2020 حيث تتجمع الأسماء في عاصمة الميادين. ولكن مخلاب على المركز الاول عبد الله بن حمود بن ثعلوب الدرعي يتقدم الدرعي يسير الدرعي في هذا المستوى الجميل ليحضر على المنطقة الاولى على المنطقة الاستراتيجية على الموقع الاستراتيجي الجميل المطل الى كلمة الناموس. بدينا بالكوع الاخير بدينا بالمنعطف الاخير بدينا بهذا
هذا المنعطف الذي تزداد به السرعة. والدرعي ينطلق ويقترب من الكيلو والمتر الأخير. المركز الثاني الهيلعي أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، لا في بالمركز الثالث مكتوم بن سعيد بن منان، المركز الرابع مخلاب راشد بن سويدان بن مصبح المتفيج. الكتبي يتحرك، يا سلام يا سلام على هذه الانطلاقة، على هذه القوة، على هذه الإثارة. مخلاب ومخلاب ولافي لافي لفاكم لافي لفاكم لافي. مكتوم بن سعيد بن منانة بن منانة بن منانة يتقدم في هذا الموقع، يتقدم في هذا المستوى، يتقدم ويسير. ما هناك لافي، مكتوم بن سعيد بن منانة بن غدير الكتبي يتحرك على المستوى الاول، بينما المركز الثاني مخلاب، مخلاب على المركز الثاني بشعار عبد الله بن حمود بن ثعلوب الدرعي. يا سلام يا سلام اللحظات الاخيرة، ولكن لافي ولكن لافي لافي. مكتوم بن سعيد بن منانة الكتبي مشكور على هذا الاداء، مشكور يا بن منانة. ومسعود بن سعيد الزرعي من يتابع بالاوامر والتضمير، تهانينا والناموس لمالك لافي مكتوم بن سعيد بن منانة الكتبي، ومشكور يا خميس بن سعيد الزرعي. المركز الثاني مخلاب وصل فيه لايضا عبد الله بن حمود بن ثعلوب الدرعي. المركز الثالث وصل الهيلعي، هناك احمد بن سلطان بن رشيد السويدي. المركز الرابع كان مع المركز الرابع هناك همام محمد بن صالح بن علي الحميري، والمركز الخامس كان مع المركز الخامس ملفت لمبارك بن سيف بن ساري الكتبي. ما شاء الله الابداع والتميز والانطلاق مع لافي مكتوم بن سعيد بن منانة الكتبي. وسلام زعبيل سلام على هذا الفوز والانتصار. التوقيت الزمني 13 دقيقة 3 ثواني بالوفاء والتمام، تهانينا لمكتوم بن سعيد بن منانة الكتبي.